خلوني أنتقل مع حضراتكم لخبر آخر متعلق بالطاقة. جاءت مصر في ترتيب 17 عالميا من حيث أرخص الدول في أسعار البنزين من بين 168 دولة، وده وفقا لموقع Global Petrol Prices واللي بيرتب الدول بحسب أسعار بيع البنزين للمستهلك النهائي. سبق مصر في الترتيب الدول الغنية بالنفط زي فنزويلا، الكويت والعراق. كان متوسط السعر المحلي في مصر أقل من السعر العالمي. كمان بلغت قيمة مخصصات دعم الموارد البترولية في مصر حوالي 28 مليار و193 مليون جنيه مصري في موازنة العام الماضي. كمان الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين، وجاءت الأسعار الجديدة بنزين 80 بسعر 7 جنيه لللتر، وبنزين 92 8 جنيه وربع لللتر، وبنزين 95 ب9 جنيه وربع لللتر، فيما تم تثبيت سعر السولار عند 6 جنيه فاصل 75 قرش لللتر. خلوني استقبل على التليفون للمزيد من التفاصيل حول آلية تسعير البنزين والمنتجات البترولية المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول وعضو لجنة تسعير المواد البترولية. باشمهندس خالد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة اكس نيوز. لو في الأول تكلمني عن ايه هي آلية تسعير البنزين والمنتجات البترولية في مصر. مساء الخير يا فندم. هو آلية تسعير التسعير التلقائي دي تمت من 2019، كان الغرض منها ان احنا نبقى متقدمين مع الدول اللي هي طبقت السياسه ديت. الحقيقه احنا رابطين جزء كبير من السعر بيبقى فيه مرتبط بسعر خام برنت وسعر الصرف، ده بيمثل حوالي 75% او 80% من السعر. وفي نفس الوقت قلنا ان بنقارن الربع المنقضي زي اللي هو يوليو سبتمبر اللي عدى ده بالفتره ابريل يونيو السابقه. وحطينا وفي حد اقصى للزياده او الانخفاض حوالي 10%. هو الغرض طبعا من المعادله ان احنا ما نتصدمش او ما نتفاجئش بزياده كبيره ممكن تعمل قلق في الاسواق او انخفاض كبير، فاحنا قلنا ال 10% دي دايما بتبقى من ربع جنيه ل 50 قرش. نعم. اللجنه اجتمعت الاسبوع اللي فات وبصت على قرنه سعر الصرف وخام برنت بتاع الفتره اللي هي الربع المنقضي بالربع اللي قبليه، لقيت فيه حوالي زياده حوالي 7%. ده بيعني ان انا ازود اسعار في حدود 50 قرش. ولان في نفس الوقت الحقيقه احنا بنبص كل فتره على الجزء اللي هو مش بيتاثر بالجزء دوت اللي هو الجزء الثابت، بنشوف الاعباء دي ممكن يبقى فيها تخفيض او فيها زياده. والحقيقه لقينا في بعض التخفيضات اللي خلتنا سمحت لنا ان احنا نزود في البنزين ربع جنيه بس مش 50 قرش. في نفس الوقت ثبتنا سعر السولر، انت زي ما حضرتك عارفه سعر السولر ده من المنتجات اللي احنا بنتعامل معاها بحساسيه جديده جدا، اللي بيبقى ليها مردود على الشارع بالنسبه لوسائل النقل سواء الركاب او بالنسبه للسلع نقل السلع الغذائيه، وممكن تاثر في حاجات كتير. فلذلك طالما ان المنتج لسه ما دخلش الدعم واحنا مش مدعمينه، فاحنا بنفضل ان احنا ما بنقربش ناحيته. فاللجنه قررت ان هي تزود البنزين ثلاث انواع بنزين، ال 95 وال 92 وال 80 ربع جنيه، وتثبت سعر السولر. نعم، المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول وعضو لجنة تسعير المواد البترولية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.